وفي لقاء خاص لمركز الأخبار وعلى هامش زيارته إلى مملكة البحرين، أكد معالي السيد بارك بيونغ سوغ رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية كوريا الصديقة أن هذه الزيارة تأتي في ظل التقدم الذي تحرزه العلاقات البحرينية الكورية والتعاون بينهما، مشيدا بالدور الكبير الذي يطلع به جلالة الملك المفدى في تحقيق النهضة التي تشهدها مملكة البحرين. 대한민국 국회의장으로서는 양국 수교 45주년 만에 هذه هي أول زيارة نقوم بها إلى البحرين بعد مرور 25 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. نشعر بالفخر والاعتزاز بهذه الزيارة، خاصة وأنها تتزامن مع الذكرى 20 على ميثاق العمل الوطني والتوافق الشعبي في البحرين. وخلال الزيارة تشرفت بلقاء جلالة الملك ورئيسي مجلسي الشورى والنواب، وقد لاحظت أن البحرين استطاعت أن تحقق تقدما كبيرا وازدهارا كبيرا بفضل طموحات القيادة البحرينية التي تدعو إلى السلام والتعايش. 우리 고아님께서 굉장히 인자하시고. وخلال تشرفي بلقاء جلالة الملك لاحظت بأنه يهتم اهتماما كبيرا بتحقيق السلام في المنطقة وتحقيق الازدهار في البحرين وتطوير معيشة الشعب البحريني، ويولي اهتماما كبيرا في مكافحة الوباء من خلال الإجراءات الوقائية المختلفة. لذلك نقدر عاليا هذا اللقاء ونعتز به. وخلال اللقاء أكد جلالته أيضا حرص البحرين على توطيد العلاقات مع كوريا الجنوبية.